أطفال الحقيقة بيحبوا المشروبات الغازية، وكتير من الأهالي شايفين أن المشروبات الغازية اللي سعراتها قليلة أو ممكن تكون فيها سكر أقل زي المشروبات الدايت أو غيرها من الأطعمة كمان والمشروبات اللي فيها الاسبرتام ما فيهاش أي ضرر، وده الحقيقة طبعا شيء خاطئ بالمرة ومش حقيقي. المشروبات الغازية ليها ضرر سواء على الكبار أو على الأطفال. يعني بنشوف شباب أو أطفال أو مراهقين كتير جداً بقى الطبيعي بتاعهم ان هم ماشيين بالمشروبات الغازيه اللي بنلاقي فيها حاجات دايت، علشان يمكن هم مثلا بيتبعوا حميه غذائيه معينه، او بنشوف منها كمان بعضهم ماسك مشروبات الطاقه. طب خلينا نشوف المشروبات الخاصه بالاطفال والمراهقين وتاثيرها ايه عليهم. بصحبتنا الدكتور هاني جبران، استشاري التغذيه العلاجيه عبر الهاتف. اهلا بيك يا دكتور هاني، منورنا. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين كلهم. المشروبات الغازيه سواء الدايت او مش الدايت، تاثيرها ايه على الاطفال والمراهقين؟ والله السؤال ده كويس جدا، لان اتسالنا فيه كتير وحصل كذا مشكله من الموضوع ده. اهم حاجه ان الناس معتقده ان لما تاخد مشروبات الدايت يبقى هي كده بتخس. لا، في حاجات خطر جدا فيها، لان كل مشروبات الدايت عباره عن جواه ماده محليه للسكر، ماده الاسبرتام. وماده الاسبرتام مع المده الطويله ممكن تسبب مشاكل صحيه وامراض سرطانيه. فدي لازم نتكلم فيها كتير قوي، ونعود اولادنا ان مش لازم ياخدوا حاجات الدايت ومش لازم ياخدوا محليات السكر الا اذا كانت خالي من ماده الاسبرتام. الاخطر منها زي ما انت حضرتك وظفت بالظبط مشروبات الطاقه. ومشروبات الطاقه دي خطر جدا، لانها ممكن تسبب وفاه. وهقولها مره ثانيه، مشروبات الطاقه ممكن تسبب وفاه. بتلعب على القلب، انا عارف كده فعلا، لان تاخدت بكميات ومعاها تاخد معاها كافيين ممكن تسبب وفاه. وده الخطر، ويا ريت ان احنا نبلغ كل الناس المعنيه بالكلام ده ان ممنوع بيع مشروبات الطاقه لاقل من 18 سنه، على الاقل يكون واعي، لان انا بشوف اولاد في الاعداديه واقل بيبقوا ماسكين مشروبات الطاقه اللي هي بتبقى رخيصه نسبيا، اللي هي مصريه، وماسكينها وعمالين بيشربوها كانها حاجه زي ده عصير. وده خطر. طيب الرجاء ممنوع بيع، او يحطوا عليها علامه يقول ممنوع البيع لاقل من 18 سنه، زيها زي السجاير بالظبط. طيب يا دكتور، يعني عايزين نتكلم بالتفصيل عن اهم المخاطر الخاصه بالمشروبات دي، وهل ممكن كمان تسبب امراض زي التوحد؟ يعني دايما احيانا في دراسات بتذكر امراض متعدده يمكن تكون مش في بالنا او بعيده عن المخاطر اللي احنا عارفينها دايما، ان احنا بنتناول حاجه فيها سكر كتير او فيها يعني حاجات صناعيه بشكل كبير. لا، هي المواد الصناعيه بصفه عامه ممكن تسبب التوحد، خصوصا في الاطفال الصغيرين. وانا اعرف ناس كتير قوي عندها اطفال صغيرين بتديل، يعني بتجرب معاهم المشروبات الغازيه كنوع، يلا جرب كده، وبعدين الطفل يبتدي يتعود عليها ويبتدي عايزها على طول. يعني دي حصلت معايا في عيان عندي، بتقول لي الطفل عندي اسمه محمود كمان، اول ما خد المشروبات الغازيه عايز بقى على طول على طول طبعا. ومش عارفين يوقفوه. فمشكله الاهالي، يبقى الاهالي هي اللي غلطانه، احنا اللي بنربي اولادنا مش ولادنا اللي بتربينا. مش معنى ان الولد يقول لك اصل انا مش قادر عليه بديله بياخد الايه، بيجيب الحاجه المشروبات الطاقه. لا، احنا نقول لهم ممنوع، لان مين اللي بيديله الفلوس؟ احنا. يبقى احنا الغلطانين. يبقى احنا نعرف بالظبط ايه اللي حصل، ونعرف مين اللي بياخد الحاجات دي، ونوديهم المخاطر بتاعتها، لان ممكن تسبب وفاه. ايوه، هم بياخدوها علشان يفوقوا، عشان يذاكروا، احنا عايزين نفوق عشان يفوقني اكتر. لكن المشكله ان بيعمل حاجه اسمها كراش، اللي هو ايه؟ اللي هو يفوقوا شويه صغيرين، ومره واحده يقوم يقطع الكلام ده كله ويحس بالتعب، يضطر يزود الجرعات، يزود كميه مشروبات الطاقه، فدي ممكن تسبب وفاه لو شرب معاها قهوه او شاي. طب يعني هل ليها زي ما قالت ليلى كده امراض نفسيه؟ امراض نفسيه، يعني هل فعلا ثبت علميا ان الغازيه، المشروبات الغازيه، دراسات تقول اللي ممكن دي تسبب توحد ولا لا؟
لكن هي بتخلي التوحد عادة بيجي من إهمالنا للأطفال كمان، مننا نسيبه صوت التلفزيون على طول، مفيش كوميونيكيشن، مفيش تفاعل مع الأطفال، ده ممكن يسبب التوحد. لكن أو ممكن كمان مشاكل بتبقى موجودة في الجينات، لكن الأهم من كده إن احنا نتعامل مع أطفالنا ونقرب منهم ونفهمهم إيه الصح وإيه الغلط، لأن لو ما قلناش إيه الصح وإيه الغلط ليهم هيبتدي هو يقول لك أنا عندي، هيسمع زي ما يشوف أصحابه بيعملوا إيه. إحنا اللي نقرب منهم نقول لهم ده غلط وده ما ينفعش، وما دام إحنا اللي بنربي أولادنا يبقى إحنا اللي نتحكم فيهم. حكاية اللي هي التربية اللي هي الطيبة ديت اللي إحنا لا أنا هزعل منك، لا إحنا لازم نقول لهم إيه الصح وإيه الغلط، وده اللي هيمشي يعني ده اللي هيمشي. احنا في النهايه بنشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني جبران، استشاري التغذيه العلاجيه. وبالتاكيد فعلا زي ما الدكتور اكد، هو بيكون من البدايه من الطفل وهو صغير لازم يتعود على حاجات علشان لما يكبر يبقى كمان عارف الصح من الغلط، ويقدر يتحكم في حاجات كتير ممكن تكون حواليه وتكون مضره، بيشوف صحابه بيعملوها فبيحاول يعمل زيها. صحيح.